الله الرحمن الرحيم. الموضوع بوجه عام خاص بالمعتقلين السعوديين المصريين في السعودية. المصري هناك مجرد ما يعني مجرد ما حد ما يرضاش عنه أو يستثقل دمه بيصدر ضده سك عبودية. سك العبودية ده بيقول للكفيل بتاعه إن فلان الفلاني دوت المصري هناخده عندنا، هنوقفه وفي قضية أمنية ومش هنطلعه إلا لما نقول لكم، يعني هنفرج عنه هنبقى نقول لكم. لمين الكلام ده؟ للكفيل، يعني بينهم وبين بعض. يعني المصري لا له لصفارة ولا ليه حكومة ولا ليه أي قيمة هناك. للأسف الموضوع دوت أما يحصل بتكون نتيجته إن المصريين يترموا في السجون سنين طويلة، ممكن سنة واثنين وثلاثة، في اللي بقاله 10 سنين واللي بقاله 12 سنة واللي بقاله 3 سنين بدون ما حد يقدر يتكلم عنه. وتبلغ هنا الخارجية، الخارجية ما تعرفش حاجة وتقول لك أنا ما أضمنش حتى إنه حي يرزق. تبلغ الأمن، يجوا بتوع الأمن الدولة يسألوا عنك ويعمل لك دوشة. اسم ابن حضرتك؟ ابني مهندس كمبيوتر يوسف عشماوي. بقاله قد إيه حاجة؟ بقاله 3 سنين وشهر ونص بالظبط دلوقتي. يعني ايه اللي عمله او ولا اي شيء؟ بيقولوا هو كان حصل مشكله بينه وبين واحد في الخارجيه السعوديه هناك للاسف، كويس، فخدوه ومن ساعتها. ايه المشكله؟ طبيعه المشكله كان هو في دوره هناك بيدي دوره منتدب من المؤسسه بتاعته في الكمبيوتر، وواحد من الـ 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 مش عارف اقول فيهم ايه اتكلم كلمتين فطردوا، عملوا هيصة وراح لصاحب المؤسسة قال له أنا مش هدي الدورة دي تاني، قال له لا ده شغل، راح عدى بيعمل الشغل دوت برضه غصب عنه. كانت النتيجة إن خلال يومين اختفى خالص من على وش الأرض، ما نبقاش نعرف حاجة عنه لا مصر ولا غيرنا. حد أخباركم اللي هو مثلا حكم عليه بقضية معينة؟ لا حكم ولا حاجة خالص، ولا في قضية، ولسه مكلمني الحد اللي قبل اللي فات. هو بياخدوه يحطوه تحت الأرض لمدة متفاوتة 4 5 شهور 6 شهور لغاية ما يوقع لهم على اللي هم عايزينه ويطلعوه. رحنا الاعتقال هو يعني. وبعد كده عشان يضمنوا نفسهم خليه يوقع على ورق ابيض، وعشان يحطوه بقى ايه الى ما لا نهاية. هناك في ناس بقى لهم 19 سنة بالشكل ده. طب رحت الخارجية المصرية حاج؟ الخارجية المصرية رحتها من اول لحظة، وللأسف الخارجية المصرية عاجزة عن انها تعمل اي حاجة. يا كويس، قالوا ان الامن هو اللي بيتصرف في الحاجات دي. الامن طبيعي سالنا فيه وطلعت في التلفزيون وفي الجرايد وعملت وقفه احتجاجيه قدام السفاره هنا، كانت نتيجتها ان حط ابني هناك 6 اشهر في الحبس الانفرادي، واما طلعوه خلوه يكلمني يقول لي انا كنت في الحبس الانفرادي بسبب اللي انت بتعمله في التلفزيون وفي الاذاعه وفي الكلام ده كله. في تجبر اكتر من كده؟ اما جيت بتكلم مع السفير قال لي خف شويه عشان تيجي على دماغ ابنك. ده مش منطق طبعا. اخف يعني ايه؟ قال تضمن انه حي يرزق؟ يقول لك لا ده على الهوا. طيب تقدر تعمل حاجه؟ يقول لك لا، في وديه صفه، يعني اتصرف بصفه وديه. هل الكلام ده كله يعني ينفع في مصر؟ مصر دوله بقى لها 7000 اقدم دوله في العالم، اما يجي واحد يعتبرنا مش دوله هقول لك ويهدر كرامتنا بهذا الشكل؟ لا يبلغنا، ما فيش واحد في العالم يتخذ كده، ما فيش واحد في مصر يتخذ بالشكل ده من هنا، مفيش واحد في اي مكان في العالم ياخدوه ويقولوا عليه كده. اخر كلام بقى للسفير السعودي ايه يا حاج؟ ان هو هيرد علينا. كان هيرد علينا يوم الاسبوع، كان هيرد علينا النهارده، للاسف جينا 13 للاسف قال كمان يوم الحد الجاي، مش هو اللي هو مش موجود، وسياده اللواء اللي موجود قالوا هيرد علينا، قالوا هيرد علينا الحد الجاي. كويس، ده بناء على كلام طبعا سياده اللواء قائد المجموعه اللي موجوده هنا بتحمي السفاره، وربنا يسهل. احنا في انتظار الكلام ده، احنا بنطالب الاهم من ده كله، لازم زي ما طالبت مساعد السفير اما قابلته ووعدني بانه هيعمل لجنه وهيعمل اجتماع بكده، طالبته تشكل لجنه من رئاسه الوزراء ومن المجلس العسكري ومن الخارجيه ومن المخابرات ومن الامن الوطني، اللجنة دي تتحرك عشان ما حدش يجي يقول لي بعد كده ده اللي انا مش مسؤول، ده مسؤول وده مش مسؤول. لا، لجنة من كل المسؤولين من دول في مصر يتحركوا ويروحوا يطلعوا النزل فورا، يفرجوا عنهم فورا من السجون السعودية ويتصرفوا. ده الكلام اللي احنا بنقوله ان شاء الله لحد جاي باذن الله. ان شاء الله.
شيرين فريد، ناشطة حقوقية ومتطوعة مع أهالي المعتقلين المصريين في السجون السعودية اللي هم بدون تهم وبدون محاكمات إلى الآن. وإحنا جايين النهاردة 3/13 قدام السفارة السعودية، المفروض أنه بأمر من السفير السعودي يوم الحد اللي فات وعد أنه هو هيرد علينا في خلال أسبوع. كويس، فإحنا جايين النهاردة فوجئنا بأن أول حاجة سمعناها أن السفير مش موجود أصلا النهاردة. ثانيا كنا في الخارجية لم نتلقى أي ردود من الخارجية إلى الآن. أنا بطالب يعني فين المصريين، فين البعثة الدبلوماسية المصرية في السعودية، أين أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بمفهوم السفير المصري وكل أعضاء السفارة هناك؟ بنلاقي منهم تخاذل مع المصريين، ما فيش أي ردود. هل الناس دي رايحة هناك عشان تقعد على كراسي وتتقاضى أموال باهظة كمرتبات شهرية عشان إهدار كرامة المصري في السعودية؟ يعني أين آلاف المصريين، أكثر من 8000 مصري مبلغ ضدهم هروب كيدي، لا أحد يعلم عنهم حاجة. المستشار العمالي ما بيردش على التليفونات الناس، المستشار القانوني للسفارة السعودية السيد خالد الهواري ما بيردش، ما بيستجبش للمعتقلين، ما بيستجبش للمسجونين فبيكلموه ما بيردش عليهم. كذلك بقية أعضاء السفارة، مناديب السفارة كلهم في الدمام، كل الأسماء اللي موجودة بما فيهم السيد أمين سليم والانتهاكات اللي ثابتة ضده مع المصريين في سجن الترحيلات، أمين سليم والسيد محمد حسين يعني هم موجودين هناك عشان ينتهكوا حرية وكرامة المصري. احنا بنطالب كل أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في الخارج بأن هي تتخذ إجراءات مع المصريين، تستجيب لنداء أخواتنا وأبائنا المصريين. بطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين اللي بدون محاكمات إلى الآن في القانون السعودي أزيد من 6 شهور، المحتجز أكثر من 6 شهور دون أن يقدم إلى أي جهة للمحاكمة، بيتم الإفراج عنه فورا، ما بال الناس اللي بقالهم 7 سنوات و10 سنوات ومحدش يعرف عنهم أي حاجة. بطالب بالإفراج عن المسجونين، كويس، اللي أنهوا مدة محاكمتهم إلى الآن في السجون السعودية، قضوا مدة المحاكمة وما زالوا في السجن. يعني هناك من أخذ حكم 8 شهور هو كمل امبارح 4 سنوات أو 8 سنوات. فين الناس دي وفين اللجان اللي بتشرف على السجون عشان الناس دي تطلع؟ ده واحد خلص محاكمته، تمام؟ فين لجان حقوق الإنسان؟ عايزة أنوه لأن المسجونين دول هو مسجون بياخد عقابه بأن هو خد عقاب سنة سنتين 10 سنين لو ده الحكم العادل بتاعه، لكن ليه أنتهك حقوقه كإنسان في أني ما بقدملوش رعاية صحية؟ ما فيش رعاية من السفارة صحية، كل مسجون عنده ما يكفي من الأمراض، عنده أمراض جلدية لا يتعرضوا إلى الشمس تماما، عنده أمراض صحية، اللي عنده السكر ما بياخدش حقن السكر، اللي عنده القلب ما بياخدش دواء القلب. انتوا واخدين، انتوا في ايه بالظبط؟ احنا عايزين نعرف الا ايه اللي تعاقبوا، اخدوا عقوبتهم، لكن بلاش تنتهكوا حريتنا اكتر من كده، بلاش تنتهكوا كرامتنا اكتر من كده. احنا ان شاء الله هنسجل الوقفة، وبنسجل دلوقتي موقف السفير معانا، طبعا ان هو مش مجاش النهاردة، احنا بس بنسجل الموقف دلوقتي، وان شاء الله يوم الحد بإذن الله معاد الوقفة الاحتجاجية التانية. شكرا. عفوا يا فندم، عفوا، تفضل.